بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، عادت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي بعمل جديد بيحمل عنوان صورة ببالي، وبيحمل رسالة اجتماعية وواقع مرير بيعيشوه كتار من الأمهات والأطفال. وكان ترجم المخرج فادي حداد لعالم الصورة بحرفية وصدق كبير. صورة ببالي من وقتها، من لما عيونك ودعتك، كذب كذبت بيوم ومفكر حالي لنعرف أكثر تفاصيل هالعمل. أغاني واكبت كواليس الاحتفال الخاص اللي أقمته الراسي إلى جانب شركة الإنتاج، وبالطبع كان لنا معها هاللقاء اللي تحدثت فيه عن العودة وأسباب الغياب لسنوات. ساندرين، بدي أقول لك مساء الخير عبر أغاني اليوم نحن معك لنحتفل بإطلاق أغنيتك الجديدة وبالعودة لك على الساحة الفنية. أول شيء ألف مبروك، وثاني شيء كتار من المشاهدين والعالم عم يسألوا وين كانت ساندرين كل هالفترة. أول شيء بونسوار لأغاني وأهلا وسهلا فيكم. دايما أنا على تواصل معكم وبحبكم كتير. فترة كانت شوي طويلة لأنه ما كان في شركة إنتاج، مثل ما بنعرف بالوسط الفني إذا ما في دعم مادي فبتكون شوي صعبة. بهيدي الفترة كنت عم بتواجد برات لبنان، كان عندي سفر كتير، وحاليا مضيت مع شركة لفترة 5 سنين، ومن الله راد كل 4 شهور ونص رح يكون في أغنية مصورة مع كليب. الراسي كانت أكدت أنها راضية جدا عن أصداء الكليب اللي بيحمل بعد اجتماعي وإنساني راقي، كما حدثتنا عن مدى تأثرها هي وعم تقوم بتصوير بعض مشاهده. راضية كتير عن فكرة الكليب وعن الأغنية. بالنسبة لإلي مثل ما كنت متوقعة، آمنت بالغنية، حبيتها، نقيتها من بين كذا أغنية كانوا معروضين علي، وفضلت اني انزل باغنيه رايقه. ما حبيت اعمل اغنيه شعبيه لانه حبيت اوصل لقلوب الناس وتتعرف الناس علي بطريقه هاديه، وتكون الاغنيه مصوره عن طريق رساله تمس موضوع اجتماعي عم بيتداول بين كل العالم. هالعمل كان اتطلطوا بعض المضايقات والضغوط من قبل بعض الجهات الأمنية لأكثر من سبب خبرتنا عنهم الراسي. أول شيء بحب أقدم تحية كبيرة لقوى الأمن ولكل العالم اللي تعاونوا معنا على تصويره. دايماً أنه بصير في شوية حكي أنه لا، الولد ما بيتاخد بهيدي الطريقة. أكيد قوى الأمن تتعامل مع الطفل بطريقة كتير مهذبة، وكلهم عندهم أولاد وبطريقة كتير سلسة وإيجابية. نحنا ما كنا عم نقول غير هيك، نحنا عم نقول إنه الولد شو بحس. الولد لما بدك تاخديه من أمه، لو حدا من الجيران بده ياخده بده يزعل ويتصرف بهذه الطريقة، مش لأنه جهة أمنية معينة، لا. يمكن أنا روحي أخسر، ما عاد أقدر أحكي لك، ما حدا ساندرين عبرت عن فرحتها بالدعم اللي تلقته من قبل شقيقتها الممثلة نادين الراسي وخي الفنان جورج الراسي، كما نفت صحة ما أشيع عن خلافات بينها وبين أهلها، وبالتحديد خي الصغير سيباستيان اللي أحدث بلبلة تزامنا مع طرح الكليب. أكيد بيعطيني بوش لأنه بعتبر نجاحي إذا مكلل برضاهم وبنجاحهم بيكون بالنسبة لإلي دوبلو أكتر من دوبل، لأنه أنا بهمني رأيهم ومبسوطة أنه هني حبوا اللي أنا عملته، وأنا بشوف حالي فيهم. ونحن دايماً بالبيت أنا ونادين وجورج وكلنا منفكر أنه لما حدا بيكون عنده عمل ناجح على التلفزيون، يعني كلنا، أنا بعتبر هيدا العمل اللي أنا عم بعمله هلأ هو لقلنا كلنا مش لقلي واحدة. الوالدة والوالد كمان حبوا العمل، شو قالوا لك عنه؟ ومظبوط مثل ما أشيع أنه هنا على خلاف معك أو العكس؟ لا، صار في بروبلم صغير مع خي صغير، بس مش الحال وما في شيء. بس دايما لما بكون في، لأنه الوقت أنه أنا هلأ أنه عاملة شيء والعالم عم تحكي فيه، فتسرب الموضوع عن طريقة بكل البيوت بصير في نتفة خلافات، وبالأخص إذا واحد شوي عنيد بيكبر راس بصير في بيطلع للإعلان. بس لا، ما في شيء منه هلأ. صلحته؟ ايه مصلحين.
بعلق انا وياه 100 مره بنهار بنتصالح. شفنا نادين وجورج معك او العائله؟ جورج جاي ونادين عندها ظرف شوي يمكن ما تقدر، كنت عم بحكي انا وياها عم بتقلي رح اجرب اجي، بس هي شوي من وراء قصه الاولاد بتعرفي انه، بس جورج جاي تاخر واصل هلا. اثناء لقائنا معها خي جورج وصل لدعمها بهالاحتفاليه الخاصه اللي حضرها عدد من اهل الصحافه والاعلام. اول شيء بدي اقول عبر اغاني اغاني انه انا بحبكم كثير، وصاندرين كمان بتحبكم اكثر واكثر، وكلنا اليوم لحتى ندعمها لصاندرين ونقول لها الف مبروك على غنيتها وعلى العمل الحلو والكليب الهادف اللي فيه رساله اللي عملها المخرج المبدع فادي حداد. فانا بدي بوجه لهم تحيه لكل الاكيب تبع العمل، ان كان شركه دي بي دي وان كان فادي وان كان صاندرين، على عمل كثير رائع. وبدي اقول لها الف مبروك، واليوم كلنا عم نفرح بنجاحها وعم نفرح بهالغنيه الحلوه، وان شاء الله دائما من نجاح لنجاح، ورح تضلها اختي لوين ما صارت ووين ما وصلت، رح تضلها اختي الحنونه الكبيره اللي كلنا بنحبها وبندعمها وبنوقف حدها. صوره ببالي عمل بيحمل رساله انسانيه راقيه، ارادت صاندرين الراسي العوده عبره للاضواء بعد غياب سنوات، على امل هالخطوه تكون حققت لها اللي بباله وتكون مجرد مقدمه لخطوات كثيره من بعدها. كذبت بيوم ومفكره حالي صدقتها.